السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح ندير معكم نوع من أنواع الكروكي مع سر الخفة والطراوة تاعو. نشوفوا مع بعض المقادير. عندنا 6 بيض، 2 كيسان سكر، 2 كيسان زيت، كأس حليب، ملعقتين كبيرتين كاكاو، 2 خميرة كيميائية، ملعقة كبيرة فاني ورشة الملح، ونلمهم بالفرينة. نروحوا مع بعض لطريقة التحضير. عندنا رشة الملح، بيض، سكر، نخلطوهم مليح بالخلاط الكهربائي أو البيترا حتى يتضاعف ويتكاثف الحجم تاعو. لاحظي معايا جيدا القوام تاع الخليط، وهنا نستغنى عن البيترا أو الباتور ونستعمل فقط الفوي. نضيف الزيت، هذا سر من أسرار نجاح الكروكي. نخلطه غير بالعقل. نضيف كأس الحليب، نخلطه ونضيف الفرينة. الفرينة تكون على دفعات. لاحظي معايا ضفت الفرينة مع الخميرة الكيميائية. نخلطه غير بالعقل. لاحظي معايا القوام الخليط، وهنا نقسمه الخليط تاعنا الى قسمين، قسمين متساويين. الخليط الاول نضيف له كاكاو، والخليط الثاني نضيف له ملعقة الفاني. الفاني اختياري، حبيت تضيفي بشور ليمون اختياري. نضيفوا عطر الشوكولا، نخلطوا مليح ونضيفوا الفرينة حتى تتلاصق معانا، تتلم وتتلاصق العجينة، تكون طرية جدا. هذا السر الثاني في نجاح هذا النوع من الكروكي. والسر الثالث لما تدخليه للثلاجة ويرتاح مدة ساعة أو أكثر، على الأقل ساعة، والعجينة تكون طرية وتتلاصق في اليد كما راكي تلاحظي. بعد ما نخرجه من الثلاجة نرش فرينة على الرخامة تاعي، ناخذ قطعة من العجينة البنية نبسطها جيدا على شكل مستطيل، ونبسط العجينة البيضاء ونحطها فوق العجينة البنية، ندورها عليها على شكل حربوش كما راكي تلاحظي. فقط تبعي الخطوات وأكيد راح تنجحي فيها. العجينة هنا راهي طرية، نستعينوا بالفرينة باش تجينا سهلة. لاحظي معايا نسقموها مليح، ندير فوقها الفرينة ونرو ليها مليح
حتى نتحصل على القوام اللي احنا حابينه، وننفض الفرينة الزائدة. نحطها في صينية مدهونة بالزيت ومرشوشة بالفرينة. لاحظي معايا، إذا حبيتي الكروكي تاعك يكون خشين خليها على هذا الشكل، وإذا حبيتيه رقيق ابسطيها. دخلوه للفرن درجة 150 حتى يطيب. لاحظي معايا، هذه التشققات هي الدلالة على نجاح الكروكي. ندهنوها بالمعجون وهو سخون، ونزينه أو نذر عليه بنوات كوكو أو الكاوكاو، أو نخليه يبرد ونطليه بالشوكولا سوداء أو بيضاء، لك الاختيار. لاحظي جيدا التشققات، وهو سخون نقطعو. لاحظي معايا، انا زينته بالنوات كوكو والكاوكاو، ولك الاختيار. هذا النوع يجي خفيف وطري ويقعد معاكم مدة طويلة. لاحظي، هو مازال سخون وانا لازم نقطعه على هذا الشكل. نوريلكم من داخل كيفاه راهو. لاحظي معايا، الكروكي تاعنا جميل شكلا ومذاقا. نقسم لكم حبة تشوفوها من الداخل. لاحظي معايا، ان شاء الله تجربيه ويعجبك لضيوفك لولادك. والآن مبقى لي غير نقولكم السلام عليكم.